السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم غادي نبداو معاكم واحد الدرس، هو كيما تشوفوا حنايا راه بادينو وانا نوريكم كيفاش كيتخدم. بسم الله، هاي هاد الجهه حنا خدمناها، تبعدي واحد قيمت واحد جوج غرزات بحال هكا وكتضربي في الثوب، كديري الغرزه الاولى في هذا الخويط، تعمري الغرزه الثانيه بحال هكا، طلعي في هاد جوج غرزات هنايا، كيجي زوين الدرس. ها الغرزه الرابعه، نرجعوا بحال هكا، شو الغرزه ثانية، الغرزة ثالثة، الغرزة الرابعة، دقة في الثوب، نهزو هاد الغرزة نهزو الثانية، الثالثة، الغرزة الرابعة، الغرزة الخامسة، كيولي عندنا خمسة الغرزات. لا ملي كنشركو بحال هكا، نرجعو في الرجعة، كترجعي في نفس الغرز، ما كتزادك حتى غرزة بحال هكا، شتوها؟ كيجي زوين هاد الدرس على شكل قليبات، يجي محلول من الوسط، شتو؟ نهزو هاد العوينة هي هنا، ما كتبانش مزيان، ومع هاد الكحل حتى هو ما كيبينش الخدمه، دقه في الثوب بحال هكا، ما بين الهرم والهرم نزيدو الغرزه الثانيه، نرجعو فيها بحال هكا، نهزو عليها الهرم، شتو؟ نرجعو لهنا، نزيدو غريزه في الثوب بحال هكا، نهزو هاد العوينه، كيطلع بجوج غرز، ثانيه، الغرزه، رجعوا فيها، دابا ما نبقاو نزيدو حتى غرزه، نبقاو غادي نطالعين بجوج غرز، شوهم بحال هكا. بحال هكا دلك حرة شويه خدمته ما كتبانوش لك العوينات مزيان، شتو؟ كنبقاو غادي نطالعين بهاد الهرم، شتو؟ بحال هكا، هزو هادي، رجعوا في هاد الغريزه، الغريزه الثانيه بحال هكا، هنايا كنطلعوا بهاد هاد العوينه اللي شتوها، ها هي، ها وحده، ها جوج، ها ثلاثه، ها اربعه، اما لبانوا لكم هاد العوينات، واحد، جوج، ثلاثه، ها الرابعه، غنهبطو بحال هكا، نشدو في الثوب، دوز هاد الخيط سالا ليا هنايا، وندير خيط جديد ونرجع معاكم. ركبنا الخيط ديالنا، نضربو جوج غرزات هنا في هاد الخويط اللي كاين، نخلوه طويل بحال هكا،
باش تبقى لينا هاد العوينه من الوسط محلوله، حيت نعمروها من جهه هاد الهره ما يعمر من جهه. شتو دابا طالعين بربعه الغرزات، غنهبطوا بهم بنفس الغرز. شتو ما تزادنا في الهبطات حتى غرزه، في الطلعه كتزاد ديما غرزه. شتو نهز هاد العوينه، هاد الكحل صعيب شويه، كيجي زوينه الدرس في الجلاله بقفاطان، المهم فاش ما خدمتي كيطلع زوين. شتو دابا نطلعو بخمسه الغرز. شتو وهنايا تحاولوا باش تبقى لك هاد العوينه محلوله باش تبان لك في الرجعه. تعال هكا طلعوا بهاد خمسه الغرز، نهبطوا بيهم ان شاء الله. شو احنا نهبطين بخمسة الغرز ديولنا اللي طلعنا بيهم، نهبطوا معاهم بيهم بنفس الغرز، ما تزدنا حتى شي غرزة. ركزوا مزيان، راه ماشي شي حاجة صعيبة، سهل، بغيت تركز شوية، واللي ما فهمش شي حاجة يخليها لي في الكومنتير ونعاود ليه هاد الخدمة. شتو هاد الغرزة ما بين الهرم والهرم، الغرزة الثانية نبنيو عليها الهرم اللي حداه. شتو بحال هكا، غرزة في الثوب كيطلع هاد الهرم بجوج غرز. تما غادا بديك الخدمة طالعة مهزوزة، متبقايش دابا ما نبقاش نرجع في الثوب تا نطلع دوك اربعة طلعات، عاد نرجع نشد في الثوب. شتو بحال هكا، شتو كيفاش كيجي، خدم صوره زوينه وبينه زوينه. وغدا من بعد غدا نعمرو تاني مع الجناب النص ديالو، غدا نزوقو. دابا نوريكم التعمار ديالو مع الجنب كيفاش كيتعمر. نشد لهنايا نلصق الخيط ديالي بحال هكا. شتو باش ما يبقاش يمشي ويجي. شتو ندير نعمرو حبيك هنا، غير حبيك هذا. شتو دير واحد ربعة الحبكات، شتوهم بحال هكا. نشد في الراس هنا ديال هاد الهرم بحال هكا، انا ندير دريس ديال واحد. شتو جوج ليات على الابره بحال هكا، نقلب الخيط ديالي. شتو بحال هكا، نهز هاد الغرزه هيا، شوف ما كنزربش باش تفهموا. نهز هاد، نخرج هنا من الوسط، نلوج جوج ليات على الابره بحال هكا. شتو
هنخرج من لهنا بحال هكا من الوسط، نقلب الخيط ديالي باش هاد الضرس ديال واحد يجي عند الرويس. شتوهم؟ نهز ثاني هاد، نخرج الابره من لهنا من هاد الحبكه. شتو؟ نخرج من لهنا ما بين الضرس ديال واحد وهذا اللي غدا نبدا جليات بحال هكا. ركزوا مزيان وشوفوا كيفاش كي الخيط البره منين كتخرج. نهز ثاني ندير حبكه وجوج ليات على الابره بحال هكا. نخرج من هنا من الوسط ونقلب الخيط بحال هكا. شو هي بحال هكا؟ ندير بحال العقده هنايا باش ما تحلش ليا هاد السميته، ونهبط من هنا من التحت بحال هكا باش ندوز الخيط للجهه الاخرى بلا ما نبقى ندير خيط قصير ونبقى غاده من بلاصه لبلاصه. شو بحال هكا، نخرجوا من التحت بحال هكا ونشدوا هنايا نزكيو هذا الخيط بحال هكا تشك بحال العقده. شتو دابا كيفاش كتجي هاد العماره ديالو؟ شتوها كتجي مستيليه وزوينه. شتو يجي في القفاطن الجلالب فاش ما درتو كيجي زوين. وما تنساوش ديروا لايك واشتراك والضغط على الجرس وتشاركوا مع الاهل والاحباب باش تهم الفائده للجميع، وشكرا.